السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، مع وصول نباتات جديدة. عندنا هذا نوع من أنواع الفيكس، ما شاء الله تبارك الله، شوف جمال أوراقها، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله الجذر تبعها مكسر الحوض للأسف وخارج منه، ما شاء الله تبارك الله عليها. طبعا هي تنفع نبات داخلي، هي شجر ينفع يكون نبات من النباتات الداخلية، وينفع كذلك انك انت تحطه في الخارج. شوف ما شاء الله تبارك الله، الثاني شوف جذرها كيف كسرت الحوض ما شاء الله تبارك الله، وشوف احجامها ما شاء الله عليها وعلى جمالها. شوف الورق، نوع من انواع الفيكس، جميلة جدا، نبات المطاط في ناس يسموه، لا تفوتك والله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وصل كمان عندنا في ناس يسمونه أرجين، جوز الهند، من النباتات الداخلية الجميلة اللي تقدر تقتنيها داخل المنزل، زي ما تفضلنا وتكلمنا قبل كده على الزيتون، انه في ناس من الهواة ما عندهم المساحات الكافية انه هو يزرع في الخارج وساكن في الداخل فيقدر يقتني هذه النباتات، فوصل ما شاء الله تبارك الله عندنا جوز الهند. وصلت كذلك أنواع عندنا ما شاء الله تبارك الله من البيبروميا، هذه اللي سووها الووتر ميلون اللي هي البطيخ، وصلت هذه البيبروميا الجميلة العجيبة سبحان الله، وهذه البيبروميا الرائعة، هذه عندنا ثلاث أشكال بالإضافة إلى الرين دروب قطرات المطر. شوف ما شاء الله تبارك الله حجم الورقة الواحدة قد كف اليد، وما شاء الله تبارك الله وصلت اللي هي النوع من أنواع الهوية الجميلة، شوف كيف أوراقها اللي يسموها زهرة الشمع، ما شاء الله تبارك الله طويلة ملتفة ذات الأوراق الجميلة. وصلت اللي هي النباتات الهوائية الاير بلانتس، هذا شكل لها وهذا شكل لها، بالإضافة وصلت إلى النباتات القزمية أو البونساي أو البونسي، جميلة جدا والعدد جدا محدود. الله يبارك لكل ملح يحصل على نباتات من عندنا، والله يعطيكم ألف عافية.